أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن بإذن الله تعالى في المحاضرة التاسعة من مادة محاسبة ضريبية. نبدأ اليوم بإذن الله في الفصل الثاني، والذي سنتحدث فيه عن ضريبة الجمارك. هذه المحاضرة التاسعة من المحاضرات الإلكترونية في التعليم الإلكتروني. إن شاء الله تعالى يعني مش حنطيل، هو الموضوع عندي موضوع الجمارك إن شاء الله تعالى مش هالموضوع الكبير، لكن هناك مفاهيم وتعاريف لابد من معرفتها والاطلاع عليها والمعرفة بها. الجمارك تعتبر الجمارك جزء من الضرائب الغير مباشرة، وهذه الضرائب تفرض على السلع المستوردة. طبعا وقتش بتنفرض الضريبة؟ في لحظة استيرادها، يعني لحظة دخولها على المعابر، يعني لحظة مجيئها من الموانئ. طبعا لما تكون مستوردة عندي من الدول الخارجية، لحظة دخولها المعبر بتم فرض الضريبة الجمركية عليها. طبعا على المعبر يتم فرضها بنسب متفاوتة طبعا حسب نوع البضاعة وحسب طبعا بلد المنشأ وما شابه. يتم فرضها يعني تبدأ عند الضريبة فيها في اشي معفي بيكون من 0 حتى 200%، يعني في انواع بضائع، في انواع سيارات، في ما يعني انواع متعددة من البضائع التي يتم استيرادها. جمركهم طبعا بيكون الجمرك عليها مختلف حسب نوع البضاعة. غالبا ما تخضع السلع الكمالية طبعا اللي هي الغير أساسية لنسب أعلى من السلع الأساسية. طبيعة الحال دائما السلع الأساسية عندي بتكون ضربتها بسيطة، ضربتها محدودة اللي هو الجمرك عليها، لكن السلع الكمالية بتكون ضريبة أعلى. وكذلك تختلف النسب حسب مكان الاستيراد اللي هي الدولة اللي صدرت لهذه البضاعة أو لهذه السلعة. هناك اتفاقيات أيضا جمركية موقعة بين الدول. طبعا هناك على بعض الأنواع من السلع وما شابه حسب الاتفاقيات الدولية. لو جينا نقول إحنا متى نشأ القانون الجمركي؟ منقول مر التشريع القانوني في فلسطين بعدة مراحل، أولها عهد الإمبراطورية العثمانية، وكانت القوانين المطبقة في ذلك الوقت مستمدة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وأن الضريبة الجمركية كانت تسمى بمسميات مختلفة. مثلا في العهد السابق يعني كان ممكن كان يقولوا عنها رسوم الإحصاء، رسوم الفحص، رسوم المعاينة، وبقي هذا الوضع على حاله حتى عام 1917 وسقوط مدينة القدس. لما احتلت فلسطين وسقطت مدينة القدس، شهدت فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين العديد من التشريعات، طبعا شملت جميع مجالات العمل والحياة. في عام 1948 وقع 78% من أراضي فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي. في هذا الوقت طبعا
عام 48 تم تقسيم فلسطين إلى ثلاثة مناطق، واحد قطاع غزة وكانت بتقودها القيادة المصرية، الضفة الغربية كانت بتقودها الإدارة الأردنية، باقي الأراضي الفلسطينية كانت طبعا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. في عام 1967 تم توحيد الضفة الغربية والضفة الشرقية لتخضع الضفتين لنفس القوانين والتشريعات، يعني الضفة الغربية والضفة الشرقية أصبح بحكمهم تشريع وقانون موحد. أما قطاع غزة فقد تم إدارة القطاع من قبل القوات العسكرية المصرية. بالنسبة للقوانين البريطانية بقيت سارية المفعول إلى أن تم إنشاء المجلس التشريعي لقطاع غزة عام 1957، وبدأ عندي تشريع وسن القوانين. في عام 67 طبعا وقعت عندي فلسطين بالكامل تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، شهد خلالها نوعين من التشريعات. التشريع الأول تم إلغاء جميع القوانين والتعليمات التي تتعارض مع أوامر الاحتلال، وتم استبدالها بأوامر عسكرية. أول تشريع كان عندي إيش قلنا؟ إلغاء جميع القوانين والتعليمات التي تتعارض مع أوامر الاحتلال، أي حاجة كانت تتعارض مع أوامر الاحتلال تم إلغائها وأبدلوها بأوامر عسكرية. التشريع الثاني تم إنشاء ما يعرف بالإدارة المدنية التي قامت بتنظيم جميع الأوامر الصادرة عن الاحتلال، وأصبحت المحاكم العسكرية لها سلطة الحكم في حل جميع المنازعات، وأن الأوامر التي تطبق على الضفة الغربية قد تختلف عما هو مطبق في قطاع غزة. في عام 94 أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات أول مرسوم يقضي باستمرار سريان جميع التشريعات والقوانين السارية المفعول قبل عام أو قبل تاريخ 5/6 عام 1967 على الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوحيد طبعا لدولة فلسطين. تنفيذا للاتفاقيات المرحلية بين منظمة التحرير الفلسطيني وإسرائيل، وقعت العديد من الاتفاقيات من أبرزها إعادة انتشال القوات الإسرائيلية، نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، حرية التنقل للإسرائيليين، اتفاقيات اقتصادية، وخلاف ذلك تمت المصادقة على إنشاء أول مجلس تشريعي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في تاريخ 7/3 عام 1996، تولى صلاحياته في سن التشريعات والقوانين التنفيذية التي تنظم الحياة المدنية والاقتصادية والقضائية والتجارية والمالية والأراضي والصحة والتعليم. هذه طبعا تدرج نشأة طبعا اللي هي القانون الجمركي وسن القوانين الجمركية. الآن حنتحدث عن القوانين الجمركية، طبعا هي للمعرفة. قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لعام 1929، نظام الجمارك لسنة 1929، قانون رقم 1 لسنة 62، قانون التعريفة والمعفيات الجمركية رقم 24 سنة 37، قانون الحدود الجمركية رقم 15 لسنة 24، قانون وكلاء الجمارك رقم 20 لسنة 25،
نظام المكوس على الأموال والخدمات لسنة 1995. بنيجي نقول هناك قوانين أيضا لها علاقة بالعمل الجمركي. قانون رقم 1 لعام 98، وهذا القانون طبعا احنا مستخدم عندنا اللي هو بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين. قانون 10 لسنة 98 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة اللي هي بتتعلق في منطقة كارني، منطقة إيرد، طبعا هذا على المناطق الحدودية. القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، طبعا كل الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمنظمات الأهلية. قانون المقعدين رقم 4 لسنة 99. طب لو قلنا إيش المهام الأساسية للجمارك؟ طبعا الدلتش الجمارك هي إحدى الدوائر التابعة لمين؟ لوزارة المالية، زي ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة. يمتد دورها من تحصيل الرسوم الجمركية أو الضرائب الأخرى إلى الرقابة على حركة البضائع الواردة من الخارج إلى الداخل، والبضائع أيضا اللي إحنا بنصدرها من داخل قطاع غزة إلى الخارج. طبعا بيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وأي رسوم أخرى يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبقا للتعريفة الجمركية والقوانين الأخرى ذات الصلة. حماية إيرادات الدولة عن طريق منع التهرب من دفع الضرائب الجمركية. الرقابة على المستودعات بالموانئ البحرية والجوية والبرية ومتابعة المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية. الإشراف على حركة المخزون من البضائع في مخازن المستودعات العامة والخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة. فرض التعلية الجمركية، طبعا احنا خلينا اقول لكم الان فيش عندنا فرض جمارك على المعابر. ايش الموجود؟ هي عبارة عن تعلية، لانه جمارك وين بتندفع؟ في رام الله. وما دام بتنتفع في رام الله طبعا هم بياخذوا، احنا على الفاتوره الداخله عنا ايش؟ في فرق سعر، بتم عمل تعليه على سعر الفاتوره. تسعير البضائع، الالتزام بتطبيق القرارات والقواعد والمعايير التي تصدرها الوزارات والدوائر الحكوميه الاخرى في الدوله مثل وزاره الزراعه، تجاره، اقتصاد، ثقافه، داخليه، مكافحه مخدرات. من الوظائف التي تختص بها إدارة الجمارك هي مكافحة التهريب سواء إلى الداخل أو الخارج من البلاد، عبر طبعا بتكون المنافذ الجمركية سواء كانت بحرية، جوية، برية وما شابه. تركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي وقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، أو بهدف إدخال مخدرات أو ممنوعات إلى البلاد، أو مخالفة طبعا تشريعات جمركية. تقوم عند الجمارك طبعا بمعاونة الجهات الرقابية والوزارات الأخرى في أحكام الرقابة على البضائع الواردة أو الصادرة أو الممنوعة، وهي تعتمد على إدارة الجمارك في عمليات الحصر والتفتيش. من أمثلة ذلك طبعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة الداخلية، الزراعة، التجارة والاقتصاد. تعمل الجمارك على تطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية، طبعا بيتم ذلك عن طريق الأخذ بأساليب جديدة مثل الإفراج المسبق، تطبيق تقنيات إدارة المخاطر على نطاق واسع في مختلف المجالات الجمركية. طبعا في جميع عمليات الكشف والفحص على البضائع سواء الواردة أو الصادرة بمعرفة موظفي الجمارك. هناك تعريف ومصطلحات جمركية، طبعا هذه مهمة لابد من معرفتها وإن نكون عارفينها.
ومطلعين عليها. وظيفة الوسيط وهو تخليص المخلص الجمركي. طبعا لإيش؟ للبضائع في الجمرك للتصدير أو الاستيراد. هذا الوسيط وهو المخلص الجمركي اللي بيقوم بتخليص البضائع في الجمرك سواء كان للتصدير أو الاستيراد. يعني هذا المخلص اللي هو الوسيط اللي بين الجمارك وما بين المكلف، وهذا يتطلب إعداد مستنداته منها البيان الجمركي وحساب الضريبة الجمركية للبضائع. يبقى الوسيط هو عبارة عن المخلص الجمركي اللي بيكون وسيط ما بين المكلف وما بين مين؟ موظف الجمارك. التعرفة الجمركية هي الجداول المتضمن مسميات البضائع المختلفة ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها وملاحظات الأقسام والفصول والبنود. نيجي نتكلم عن تقسيمات التعرفة الجمركية. من حيث نشأتها، التعرفة المستقلة والتعرفة الاتفاقية. من حيث تعدد التعرفة، التعرفة موحدة وتعرفة إيش؟ متعددة. من حيث نطاق تطبيقها، تعرفة عامة وتعرفة خاصة. في فلسطين التعرفة التجارية وتعرفة خاصة بمعابر المسافرين. الحرم الجمركي. الحرم الجمركي عندي هو عبارة عن النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري. طبعا هو عبارة عن المساحة اللي أنا بحق لي أتحرك فيها اللي بتختص بدولتي، واللي بيكون طبعا فيها مكتب مخصص للجمارك عندي أنا. يبقى هو عبارة سواء كان بري أو بحري أو جوي، يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بحيث كل جميع المعاملات التي تختص في دائرة الجمارك. طبعا يرخص فيه جميع المعاملات. هذا الحرم الجمركي هذا بخص دولتي أنا، يحق إلي أنا أتحرك فيه كيفما أشاء. بعد هذا الحرم الجمركي ما إلي يعني تدخل بأمور يعني خارج الحرم الجمركي. طيب الخط الجمركي وهو الخط الفاصل للحدود السياسية للدولة والدول المجاورة. طبعا هذا الخط الفاصل بيفصل دولتي عن الدول الأخرى سواء كان بري أو بحري. مهمين تعريفهم، لازم يكون طبعا على دراية وعلم فيهم. بنيجي نقول طيب النطاق الجمركي اللي هو الإقليم الجمركي. أولا البحري، منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية، وين أنا بحدني مع الدول الأخرى داخل الشواطئ أو الميناء. ويجوز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها أحكام الجمارك، بمعنى أنها معفية من الجمارك بالرغم من أن هذه المناطق تابعة لسيادة الدولة، بجوز لإنشاء منطقة طبعا حرة. هذا بيرجع لرئيس الدولة حسب الاتفاقيات الدولية بيننا وبين الدول الأخرى. من أبرز هذه المناطق التابعة لسيادة الدولة، طبعا بتكون تابعة لسيادة الدولة، تهدف الدولة من ذلك إلى تشجيع الاستثمار في هذه المناطق. يعني ممكن أنا أنشئ منطقة حرة أشجع الاستثمار فيها، بتكون هذه المنطقة معفية من الجمرك لكن بهدف تشجيع الاستثمار. وفي حال خروج البضائع من المنطقة المذكورة يسري عليها قانون الجمارك. يعني داخل المنطقة بتكون معفية، لكن لو خرجت هذه البضاعة برا هذه المنطقة طبعا بصير عليها جمرك.
بنيجي نقول باه المنطقة البري أو البرية، الأراضي الواقعة بين الحدود البرية اللي هو الخط الجمركي أو الشواطئ من جهة وخط داخلي من جهة ثانية، طبعا هذه بيحدده وزير المالية. الواقعة اللي هي المنشأة لضريبة الجمارك تتمثل في عبور البضائع لحدود الدولة وتشمل الاستيراد والتصدير اللي هو طبعا دخول وخروج البضاعة. طيب ايش هو البيان الجمركي؟ وهذا البيان مهم جدا 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 لانه تعاملنا في المعابر طبعا من خلال الفواتير والبيانات الجمركية. البيان الجمركي لما بيكون جاي من برا عبارة عن بيان تفصيلي يقدم للجمارك عن اي بضائع مستوردة حتى وان كانت معفاة من الضرائب الجمركية، لابد انه يكون كل مستورد طبعا جايب في البضاعة اللي هو جايبها معاه مستوردها من الخارج معاه بيان جمركي. يتضمن جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء، ويقدم من قبل أصحاب البضائع أو وكلائهم المرخص لهم من قبل الدائرة، يعني بيقدموا عندي في المعبر لدائرة الجمارك بيقدم لي البيان الجمركي. طيب شو الترانزيت؟ هو انتقال البضائع من مركز جمارك إلى مركز جمارك آخر في البلد نفسه. يبقى الترانزيت ايش تعريفه؟ انتقال البضائع من مركز جمارك الى مركز جمارك اخر في نفس البلد او بلد اخر بدون فرض رسوم او ضرائب. يمكن ان تفرض على البضائع المصدرة او المستوردة وبدون تطبيق المحظورات والقيود ذات الطابع الاقتصادي. يبقى الترانزيت انتقال البضائع من مركز جمرك الى مركز جمرك اخر بيكون في نفس البلد أو في بلد آخر بدون فرض ضرائب. نيجي نتكلم على المنافس لقائمة الشحن. طبعا هي عبارة عن قائمة بإجمالي حمولة الشاحنة. الشاحنة اللي أنا عندي قديش إجمالي الحمولة أو الباخرة أو السفينة اللي جاية أو الطائرة قديش إجمالي الحمولة اللي في داخلها. يذكر فيه طبعا اسم وسيلة النقل، اشي طائرة شاحنة سفينة، جنسيتها، نوع البضاعة، عدد طرودها، علاماتها، ارقامها، اسم الشاحن المرسل اليه، البضاعة طبعا لمين البضاعة جاية، الموانئ التي شحنت منها من اي يمين ان شحنتها البضاعة، توقيع طبعا الزبون عليها، وهم مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في القائمة. طبعا الزبون اللي هو سلمها بده يوقع عليها يعني بصادق على صحة البيانات الموجودة. التعلية، التعلية طبعا من التعريف ايضا المهمة جدا اللي احنا بنستخدمها. تفرض تعلية جمركية في حال وجود تلاعب في الاسعار التي تم الافصاح عنها في البيان الجمركي. طبعا الاتفاقيات العامة، اتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة عقدت في تشرين الأول بين عدد من البلدان تستهدف تخفيف من قيود التجارية الخاصة. خلاص مش مشكلة، يبقى بس بدنا إيش تعريف التعلية؟ في حال وجود تلاعب في الأسعار، لما أنا أمسك الفاتورة طبعا التسعيرة اللي فيها طبعا أنا مش مقتنع فيها، اطلعت على البيان الجمركي لقيته بيختلف عنها، يعني اثبت لانه في وجود طبعا تلاعب بالاسعار، بعمل تعلية جمركية. بدنا نقول اهداف اتفاقية الجات، طبعا مهمة برضك اتفاقية الجات. العمل على تحرير التجارة الدولية، ازالة العوائق امام التبادل التجاري بين الدول، حل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات. تهيئة المناخ الدولي والإعداد لإنشاء منظمة التجارة العالمية، التعامل بالمثل فيما يخص نقل البضائع والحرص عليها من قبل الدول التي تمر من خلالها كما لو كانت بضاعة هذه الدولة.
أنواع البيانات الجمركية. أولا يعني لو قلنا أذكر أو عدد أنواع البيانات الجمركية، بيان استيراد بضائع، يتعامل هذا النوع من البيانات الجمركية مع البضائع التي يستوردها بشكل مباشر من أي دولة في العالم، سواء كان مستورد محلي أو طبعا خليني أقول لك مشتغل فرد أو شركة عادية أو شركة مساهمة، يعني بغض النظر إيش كان نوعه، فردي، شركة عادية، شركة مساهمة. تنين، بيان تصدير، ويعامل مع هذا النوع من البيانات في حالة تصدير للخارج من مشتغل محلي. ثلاثة، بيان مبيعات محلية. أربعة، بيانات لترانزيت. خمسة، بيان إيداع في المستودعات البوندد. بيان إدخال مؤقت، بيان إيداع في المناطق الحرة، بيان أمتعة المسافرين، بيان جمركي معدل. يعني لابد أن يكون هناك معرفة في هذه الأنواع. الضرائب الجمركية وكيفية احتسابها. ما هي الضريبة الجمركية؟ تعتبر الضرائب الجمركية من الضرائب الغير مباشر، والتي يقع عبئها في النهاية على مين؟ على المستهلك النهائي. طيب، عدد أو عددي أنواع الضرائب الجمركية. واحد، الرسوم الجمركية تفرض على البضائع إيش؟ المستوردة. اثنين، ضريبة الشراء تفرض على البضائع أيضا المستوردة. ثلاثة، ضريبة الإنتاج تفرض على البضائع المنتجة محليا لأنها ضريبة إنتاج داخلية عندي. أربعة، ضريبة القيمة المضافة تفرض على البضائع المستوردة والمنتجة محليا والخدمات. خمسة، رسوم الطوابع اللي هي الدمغة، وهي تفرض على العقود والمستندات، وهي الضرائب التي تأخذ الشكل النسبي أو النوعي أو المركب. يبقى عندي رسوم جمركية، ضريبة شراء، تعلية السعر، طبعا لا تعد تعلية السعر، لا تعد ضريبة، والحماية طبعا لا تعد ضريبة. يبقى أنا لو الآن قلت لكم ركزوا عليها، تعلية السعر تعد من الضرائب الجمركية، طبعا لا، يبقى تعلية السعر لا تعتبر ضريبة جمركية حتى ولو أخذت شكل النسبة، والغرض من احتسابها هو رفع قيمة ضريبة الشراء. رفع قيمة ضريبة الشراء لأنه بكون شارب سعر وضربها في الفاتورة بسعر آخر، يبقى أنا بدي أرفع ضريبة الشراء عليه. طيب، الحماية، تلجأ بعض الدول إلى فرض حماية على السلع المستوردة، وذلك لأغراض حماية منتجاتها المحلية، بدها تحمي منتجها المحلي تفرض عليها حماية. تفرض بشكل نسبي أو نوعي، تفرض بشكل دائم أو بشكل موسمي، ولا تعتبر ضريبة جمركية. يبقى الحماية وتعلية السعر لا تعتبر ضريبة جمركية. الحمص مثلا يتم فرض الحماية عليه في أثناء موسم الحصاد ولا تفرض في أشهر أخرى، بس يوم حصاده لأنه كثيف، لكن في أشهر تاني بنفرضش فيه. طيب لو قلنا الرسوم، إيش الفرق بين الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى؟ الرسوم الجمركية تعتبر ضريبة جمركية، وهي من الضرائب الغير مباشرة، وهي ضريبة إلزامية ندفعها في حالة الاستيراد من الخارج على بعض السلع المستوردة حسب التعريفة الجمركية السائدة. طب الرسوم الأخرى لا تعتبر ضريبة جمركية، وهي رسوم مباشرة وغير إلزامية، حيث يقع عبئها على من حصل على خدمة مقابل ذلك. مثال ذلك، رسوم اشتراك المياه والصرف الصحي، رسوم تمديد الكهرباء، رسوم المعاينة، رسوم الفحص اللي هي المواصفات والمقاييس. ترتيب ضرائب الاستيراد وغيرها من الدفعات الأخرى من حيث غزارة الحصيلة: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشراء، الرسوم الجمركية، رسوم الطوابع الدمغة. طبعا الدفعات الإلزامية ما هي ضريبة الشراء وكيفية استيفاء ضريبة الشراء. تعتبر ضريبة الشراء ضريبة اللي هي، وكذلك ضريبة الإنتاج من الضرائب الغير مباشر. يبقى الشراء والإنتاج من الغير مباشر تفرض على بضائع معينة عند الاستيراد والإنتاج المحلي،
وتفرض بنسب متفاوتة، اللي هي سواء كانت نسبية أو نوعية أو مركبة. تنفرض عندي بنفس النسبة على البضاعة المستوردة والمنتجة محليا. ضريبة الشراء على جهاز التلفزيون مثلا، هذه أرقام طبعا للمعرفة بدنا شيئها. كيفية احتساب الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية تفرض فقط على البضائع المستوردة، وهي تفرض إما بشكل نسبي أو نوعي أو مركب. تفرض الجمارك بعدة طرق، هي نسبة مئوية مبلغ مقطوع، نسبة زائد مبلغ مقطوع، نسبة مئوية على ألا تقل عن مبلغ تحصيل الجمارك من سعر الاستيراد، وسعر الاستيراد عبارة عن سعر البضاعة في الخارج زائد الشحن زائد التأمين زائد مصاريف الميناء. وأنا إن شاء الله تعالى بقول بنستكفي جانب نظري لحد الآن، وبعد هيك بنبدأ بالجانب العملي. بنبدأ طبعا تبقى عندي تقريبا محاضرة واحدة إن شاء الله تعالى نختم فيها المنهج بإذن الله تعالى هذا، وبارك الله فيكم. بتبقى عندي طبعا لحد الآن، بعد هيك بنبدأ من الأمثلة مع الأسئلة الحسابية الجانب العملي، وبكون عندي شوية نظري بننهي في المنهج بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. بنكون قد أنهينا جميع منهج محاسبة ضريبية. بارك الله فيكم.